كل الاهداف اللي رسمت من قبل قياده العمليات المشتركه في تنفيذ ضمن مسؤوليه واجبات قياده عمليه تحريرنا تم استكمالها كامل كامل الاهداف ومن ضمن الاهداف اللي استكملت هي الان القريه اللي احنا متواجدين فيها هي قريه اجمسه اخر هدف كان لنا لا تستمر المعركه اكثر من اربع ساعات حيث تم تحقيق الاهداف مالتنا والسيطره على هذه القريه، هذه القريه تعتبر الحدود الفاصله مع قياده عمليات تحرير صلاح الدين. الان اللي عملناه هو عمليه كيفيه تحدي للوضع الامني الموجود في قاطع المسؤوليه هو علينا مسؤوليه ان نخفف على اهلنا في ناحيه الجاره والحمد لله تمكنا من فتح طريق اللي رابط بين ناحيه القياره والشرقات طبعا هذا يسهل عمليه التنقل بين القياره والشرقات وبغداد وكذلك للامور التجاريه الخاصه باهلنا في ناحيه القياره الان كما تعرفون احنا شيء منجز كبير بالنسبه يعتبر لقياده عمليه تحريرنا وكنا مصممين ان نفتح هذا الطريق وكذلك تعاوننا مع قياده عمليه صالح في فتح نقطه اتصال بيننا وبين قياده عمليات تحرير صلاح الدين لغرض تبادل المعلومات والتواصل معهم في اي امور اخرى تخص قاطع المسؤوليه احنا اليوم فرحين وانجاز يعتبر يسجل الى قياده عمليات التحرير بعد عمليات التحرير اللي جرت للقرى اللي ضمن حدود الاداريه محافظه نينوى في جنوب القياره وتحرير مدينه الشرقاط والقرى المحيطه بها الحقيقه تم التواصل مع قياده عمليه صلاح الدين وفتح نقاط وسيطرات مشتركه على الطريق اللي يربط ناحيه القياره بقضاء الشرقاط وهناك تنسيق بين القيادتين قياده عمليات نينوى وقياده عمليات صلاح الدين وتنسيق مع الحكومه المحليه في كل المحافظتين لفتح الطريق وجعل طريق سالك للمدنيين وايضا هناك نية للحكومة المحلية في قاعدة في ناحية القيارة بفتح مرآب للعجلات للنقل باتجاه مدينة بغداد إن شاء الله لم يبقى إلا القليل حول بدء عملية تحرير الموصل وفق الخطة الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشاركة وبإشراف السيد القائد العام قوات المسلحة المحترم وأكيد أنه عندما تتحرر مدن أو قرى أو قصبات أو فراح اكيد راح ينفتح الطريق وتتوسع الرقعه الجغرافيه للمناطق المحرره بعد الواجبات الاخيره الذي التي نفذتها قياده عمليات تحرير نينوى المتمثله بفرقه 15 من قبل لواء المشات 72 تم تحرير قريه جمسه والشبالي والهرافي وحاليا نقف على الحدود الفاصله مع قياده عمليات صلاح الدين هذه المنطقه مؤمنه بالكامل تم تامين الطريق الرابط بين قياده عمليات تحرير نينوى باتجاه الشرقاط وقياده عمليات صلاح الدين تم وضع نقاط اتصال في هذه المنطقه كذلك تم وضع مرابطات على هذا الطريق حاليا الطريق الرابط بين قياده عمليات تحرير نينوى باتجاه الشرقاط طريق مؤمن بالكامل وبامكان القطاعات العسكريه تسلكه وكذلك بامكان المواطنين الذهاب والعوده باتجاه الشرقاط الى بغداد وبالعكس من بغداد الشرقاط الى الموصل حاليا قطاعاتنا مؤمنه الطريق بالكامل معنويات مقاتلينا مرتفعه بفضل الله حاليا تنتظر قطاعاتنا ساعه الصفر باتجاه الموصل وإن إن شاء الله لم يبق إلا القليل باتجاه تحرير نينوى بالكامل إن شاء الله.